تتكلم إلى مدرسة برنانا درباء. أخضر وبيلا ومن يجعل اليوم. أنا اللي حابة نسمع منكم أنتم أطفال. الهدف الأساسي منها هو النقل. نعاود دائما نذكر أن الجزائر مشات خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية الطفولة في كل مجالات، ترسانة قانونية قوية نعتز بها وعلى رأسها الدستور الجزائري اللي لأول مرة في تاريخ الجزائر تم دسارة المصلحة العليا للطفل، قوانين موجودة كلها ترمي إلى حماية وترقية الطفولة في الجزائر. لجنة تعمل على إعداد هذا المخطط وكان تنصيبها في 20 نوفمبر 2023، لكن بما أن هذا المخطط يشمل كل التراب الوطني فضلنا في إطلاق لقاءات جهوية باش يكون هذا المخطط مستمد من واقع الطفولة في الجزائر. اليوم هو أول لقاء جهوي، أيضا فضلناه أنه يكون من ولاية أضرار.